كيفية عمل تأثيرات الزغللة والضبابية. ده مقطع الفيديو في عرضه الطبيعي قبل إضافة أي تأثيرات عليه، ويتوفر في برنامج سوني فيكاس مجموعة فلاتر أو إفكتس تتيح عمل الضبابية أو الزغللة. ولعمل ذلك نفتح التبويب فيديو FX، سنجد قائمة التأثيرات وبها أكثر من 60 فلتر أو مؤثر. نبدأ بفلتر الضبابية المموهة جاسيان بيلير. سنجد عدة نماذج فرعية، نختار واحدة ونسحبها على مقطع الفيديو. ستظهر نافذة إعدادات الفلتر، وفي النافذة يوجد مؤشرين للتحكم في زيادة وإنقاص الضبابية، واحد أفقي والآخر رأسي. ويمكن عمل تحريك للضبابية بالنقر على زر الأنيميت لفتح الخط الزمني الفرعي للمقطع، وممكن نحرك الشريط لتوقيت محدد ثم إلغاء الضبابية. ونلاحظ الفيديو بدأ بزغللة أو ضبابية بتنخفض تدريجيا حتى تختفي. ننقر هنا للعودة لنافذة إعدادات الفلتر، نحذف التحريك. ومن النافذة يمكن أيضا فصل بعض الألوان من تأثير الضبابية، نلاحظ. ومن هنا نقدر نغلق تفعيل الفلتر، ومن هذه القائمة يمكن اختيار أحد النماذج الجاهزة، ومن هنا نحذف الفلتر. الفلتر الثاني وهو لاينر بلير الضبابية الخطية، ودي نماذج الفلتر، نختار واحدة ونسحبها على المقطع، ونقدر نتحكم في كمية واتجاه دوران الخطوط بتحريك المؤشرين. الفلتر الثالث وهو الضبابية الشعاعية راديال بلير، ونقدر نتحكم في نقطة المركز من شاشة المعاينة مباشرة، كما يمكن التحكم في شكل وأسلوب الخطوط الشعاعية من النافذة. ومن القائمة يمكن اختيار أحد النماذج جاهزة الإعداد مسبقا. الفلتر الرابع وهو ديفوكس، ويعني تضعيف التركيز، وهو شكل من أشكال الضبابية مبنية على وحدة دائرة، ويمكن التحكم في تفتيح الإضاءة ودرجة انتشارها، كما يمكن تغيير وحدة تكوين الضبابية، كما يمكن أيضا اختيار أحد النماذج الجاهزة من القائمة. الفلتر الخامس من فلاتر الضبابية وهو ميديان، ويعطي شكلا جديدا للزغللة، يمكن إجراء التحكم الأفقي والرأسي لحركة الألوان ودرجة تفتيح وتغميق الألوان. الفلتر السادس معانا في هذه المجموعة وهو تأثير الحبيبات أو إضافة الحبيبات Add Noise. نسحب أحد النماذج، ومن نافذة الإعدادات يمكن زيادة وإنقاص كمية الحبيبات على مقطع الفيديو، كما يمكن التحكم في ألوان ومقدار تداخل وحركة الحبيبات. الفلتر السابع وهو فلتر فيلم جرين، ويعرض شكل آخر لتأثير الحبيبات، ويمكن أيضا التحكم في كميتها وحركتها. آخر فلتر معنا في هذه المجموعة وهو بيكسليت، ويعطي تأثير البكسلة، وهي وحدات مربعة يمكن التحكم في زيادتها وإنقاصها أفقيا ورأسيا.